طيب، سألنا المسؤولين في لجنة حسين لبيب لماذا وقعتم هذا العقد بهذه القيمة المالية؟ قالوا أول حاجة يا أنكل أبو المعاطي، أسطورة اليوتيوب وعالم ما وراء البحار، لازم تدرك شيء مهم جدا، وهي الظروف التي تم فيها توقيع التعاقد. أن النادي كان في حالة تفكك، أن النادي كان مهدد، اللعيبة كلها ما بتاخدش مستحقاتها، أن إحنا اعتمدنا على جهودنا الشخصية في هذا الأمر، أن وزير الشباب والرياضة شخصيا استقبل احد اللاعبين وهو فرجاني ساسي وقال له ارجوك وقع لنادي الزمالك، هندعمك وهنسندك واللي 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 واللي. فالظروف كانت صعبه، الظروف كانت صعبه. الامر الثاني ان احمد سيد زيزو جاي له عرض من شركه اماراتيه بتقول له هنديك 3 مليون دولار في الموسم، والنادي كان تقريبا نادي الوصل بس ما اعلنوش هم وقتها اسم النادي، وبالتالي نقعد نتفاوض. واحمد سيد زيزو هو احسن لاعب في مصر مع عمرو السولية، في رايي حاليا هو احسن لاعب في مصر مع عمرو السولية. فقال قعدنا، اللعيب جه نادي الزمالك عقده كان 3 مليون وبيدفع منها ضرائب بتخش في 40%، يعني ما بياخدش غير 2 مليون زي اي ناس. طب جه للنادي بكام؟ جه للنادي ب 200,000 يورو، فما كلفش النادي حاجه. اللاعب هيجدد يروح لل 3 مليون دولار ولا يقعد لابو 3 مليون جنيه؟ قلت له لا، يروح لابو 3 مليون دولار. قال لي طيب، احنا نجحنا في اقناع، خد هو ال 23 مليون جنيه دول، يعني واحد يعني 1.5 مليون دولار ماشي، تعويضا له عن السنين الماضيه في نادي الزمالك وعن السنين القادمه في نادي الزمالك، ونحافظ على كيان الفرقه اللي كانت كسبانه دوري، نحافظ على كيان الفرقه اللي كانت كسبانه دوري. ثم يا استاذ ابو المعاطي، انا سمعتك بتقول ان اللي عمل، لو حد عمل عقد لزيزو واداله 22 مليون جنيه مقدم تعاقد يبقى يتحاكم. قلت له انا قلت كده طبعا ومع هذا الامر. قال لي خلاص ماشي، انا عاوز اتحاكم بس قبل ما اطالب بمحاكمتي طالب بمحاكمه اللي اشترى خالد الطيب وكلفه. لحظه اقول لكم الرقم بالظبط لانه بعته لي على الواتس اهو. قال لي خالد بوطيب اهدر على نادي الزمالك 160 مليون بدل ما اطالب بمحاكمتي انا للحفاظ على احسن لاعب في مصر اللي جنبيه لعيب بياخد 40 مليون وجنبيه لعيب تاني اشرف بن شرقي بياخد 30 مليون وهو بياخد 2 مليون في الموسم او 3 مليون مع الضرايب بيصفوا على 2 مليون، احافظ عليه ولا اسيبه يمشي؟ طيب بدل ما تقول حاكمونا ما بتطالبش ليه بمحاكمه اللي اهدر 660 مليون على خالد الطيب ولا اللي اهدر الملايين على ايمانويل مايوكا ولا على الصفقات المضروبه رمزي خالد وستانلي وعلي فتحي واسامه ابراهيم وحسني فتحي ومحمود دونجا وصلاح ريكو ومحمد نجدي ومحمد مسعد وشوقي السعيد واحمد جعفر وحمودي واحمد حسن مكي ومحمد جمال ابو تريكه وشريف علاء ومحمد سالم ومحمد شعبان ومحمد بازوكا وصالح موسى ورضا العزم ومحمد كوفي ومعروف يوسف وخالد الطيب. قال لي بدل ما تقول على عقد زي ده، احنا نشكر على هذا العقد واحنا ما بنخافش وصوتنا عالي. اللي بيقول ان احنا اهدرنا مال عام، احنا ما اهدرناش مال عام، احنا حافظنا على احسن لاعب في مصر. حافظنا على احسن لاعب في مصر. فبالتالي قلت له والله يعني مرتضى اللي بيهددكم وحاجات بالشكل ده وبيهاجمكم، وانا شايف ان القيمه الماليه انك تديله 22 مليون جنيه منحه التوقيع ده رقم كبير. قال لي هذا الرقم تعويضا على 3 سنوات من التالق وعدم المساواة بزملائه في الفرقة. قال لي فرجاني ساسي كان بياخد 30 مليون جنيه، أشرف بن شرق بياخد 30 مليون جنيه، لعيب مدافع زميله محمود علاء كان بياخد 12 مليون جنيه، طارق حامد كان بياخد 15 مليون جنيه، فأنت مستكتر على لعيب ما فتحش بقه وعنده التزام وانضباط وجاي له عقد خيالي إن أنا راضيه عن اللي فات وعن اللي جاي؟ قال لي هو 9 مليون ده راتب؟ ما هوش راتب بالنسبة له، هو أحسن لاعب في مصر النهارده. ليه ما تقولش ان ده مقدم تعاقد عن الثلاث سنين؟ قلت له دي وجهه نظرك ولك كل الاحترام وكل التقدير. فدي الناس اللي احنا بنقول انها تتحاكم اللي هم كانوا بيديروا، قالوا بدل ما تطالب بمحاكمتنا خلي كل وسائل الاعلام تطالب بمحاكمه من اهدر المال العام على خالد الطيب ومانويل مايوكا ورمز خالد وستانلي وعلي فتحي واسامه ابراهيم وحسني فتحي ومحمود دونجا وصلاح ريكو ومحمد مجدي ومحمد مسعد شوقي السعيد احمد جعفر حمودي احمد حسن مكي محمد جمال ابو تريكه محمد سالم شريف علاء محمد شعبان محمد بازوكا صالح موسى رضا العزب محمد كوفي معروف يوسف خالد الطيب. بنهي بخالد الطيب
ببدأ بيه وبنهي بيه، لأن الناس بتتكلم قال لك أنت بتكلمني على أحسن لعيب في مصر بنعمل له طردية، وأنت كل الصفقات المضروبة دي محدش حاسب حد عليه ولا حد حاكم حد عليه. قال لي بدل ما تطالب بمحاكمتنا قول للمخالفات اللي كشفتها لجنة الشباب والرياضة وكافة الأجهزة الرقابية وأحالتها للنيابة العامة في ما حققتوش مع اللي عمل المخالفات دي ليه؟ أنت بتطالب بمحاكمتنا إحنا؟ إحنا حافظنا على أحسن لاعب في مصر. حافظنا على أحسن لاعب في مصر. وحافظنا عليه وما زال يلعب ويعطي. وحافظنا عليه ويمكنك دلوقتي إنك تكسب من وراه لما تقول عاوز أبيعه تبيعه بأربعة خمسة مليون دولار على الأقل. لو علاقتك بيه طيب. قال وأنصح المسؤولين في نادي الزمالك الآن ألا يخسروا أحمد سيد زيزو، لعيب أخلاق، لعيب محترم، لعيب دولي، لعيب مجتهد. لعيب بيحافظ على نفسه. فالفكرة مش أنا اديته كام. ولو هنتدور على المدية كفاية خالد بوطيب. كفاية إيمانويل مايوكا. كفاية رمز خال. قال لي الأسامي كتيرة وعدي لي الأسامي دي. تقول أنت مذاكر؟ قال لي مش كنا موجودين؟ وعندنا كل الأرقام وكل حاجة؟ وعندنا كل واحد خد إيه؟ ومش هنسكت. قلت له يعني إيه مش هتسكت؟ قال يعني اي حد هيغلط فينا هنرد عليه بكده، هنرد عليه بكده. وهو يا عم لو احنا غلطانين في حاجه قولوا لنا. فالعقد ده هو ما كشف عنه رئيس نادي الزمالك عند الهجوم على احمد سيد زيزو، وهناك لاعبون اخرون في عقودهم مميزات، احمد فتوح الونش يوسف اوبام، احمد فتوح الونش يوسف اوبام، دول عندهم ايضا مميزات في عقودهم.